التيك توك. علي ما ادري بس على الشاشه، على ذمه الشاشه، اتضح انك كل اسبوع في البرنامج، يعني لك شخص زي يعني صديق لك في البرنامج، كل اسبوع انت مع واحد من فلان الى فلان الى فلان. هل نقدر انا اقول مثلا هل انت مزاجي في صداقاتك، ولا كان كنت تهدف لشيء انك كل اسبوع تمشي مع شخص معين متسابقي برنامج انت؟ والتحيه لهم جميعا طبعا. سؤال مميز. والاجابه المميزه عندك باذن الله. هذا يا ابو سحاب، اول شيء اني اكتشف الشباب. انت تعترف بهالامر اول شيء؟ انت انا معهم كلهم، معك ما اتفق. لا لا شوف، يعني كان تحيز كل اسبوع مع شخص. انت كل اسبوع كذا علي طول الاوقات مع فلان، والاسبوع اللي بعده مع فلان، يعني اتضح على الشاشه هالشيء. انا ما اشوف اني تحيز. انت مزاجي في صداقاتك ولا لا؟ لا تحيز خاص مع اشخاص، لا انا مع الكل ان شاء الله، اني مع الكل. ولكن يمكن تشوفون او تشوفون على الشاشه ان علي يعني كل اسبوع او كل يومين مع له شخص. هذا يمكن علي الصدق، اني اشوف اخوياي كل واحد يقول انا طيب. الخماسي الصدق، الخماسي ولا الجماهيريين؟ لانهم هم اكثر ناس. الخماسي الله يذكره، سالم بن حزام بخير، هو اللي يطلق سالم بن حزام. لا لا يعني هو الملاحظه يعني جات تحيز كذا صداقات معينه، وخلنا نحطها بين قوسين الناس اللي مثلا خلنا نقول ينافسونك جماهيريا مثلا. في هدف الموضوع، كانه في هدف. لا انا بعلمك، علي بن هادي يمكن انا طلعت وشفت حتى ردود ان علي بن هادي ايه انها مره مع شخص مره مع شخص مره مع شخص. يعطنا اجابتك. هل هو مزاجي؟ هل هو انا؟ الصدق بعلمك والله العظيم اني كل ما تعمقت في معرفة واحد من اخوياي في ذمتي اني اتنومس، اني ما عاد عرفت من اقرب منه. طيب الاسبوع الجاي عند مين مثلا حتكون صداقتك؟ مع ابو سحاب. معين انا ماني متسابق معك، لكن انت اخ الان. استضفتني اليوم. لا الاسبوع الجاي عند ايمن؟ عند لا كلهم على عيني وراسي، كلهم انا ما احب. احنا نبغى اسبوع كامل، اذا انت الشيء هذا ما جاء معك صدفه اللي اتضح لي صلى على النبي، انت من خلال اجابتك ما جبت هذا الشيء صدفة، الشيء هذا كأنه مرسوم. إجابتي واضحة يا أبو سحاب، اللي هو أنا ما عندي سبق إني قلت. هذا تبرير وكل واحد يزكي نفسه. لا أنا ما زكي نفسي. أنا ما زكي نفسي. يمكن أنت تشوف الشيء ذا، ولكن إني مع أشخاص خاصة وياهم، يعني خلاص أسبوع مع الشخص ذا كامل. أسبوع لا، أنا مع هذا اليوم أو العصر المغرب مع الشخص الثاني، يعني ترى مع أخويا الحين كل بينا. ترى ما يعني ما هي جيدة. لا سواء اجابتك كانت كذا وكذا، هي الفكره كلها ما هي بجيده. بطرح عليك سؤال في خيارات. اخوياي والله العظيم ابو سحاب السؤال هذا انه عجبني، لاني والله العظيم كل ما عرفت لي واحد تعمقت معرفته من اخوياي. ليش عجبك السؤال؟ هل لمست عليك جرح انا؟ لا. هل جاك نقد مثل هذا؟ لا لكن عجبني لانك تخليني ابدي راي في اخوياي. ما احتاج رايك في اخوياي. والله العظيم انك ما تعرفتي على شخص. اني والله اني احتار في من اقول هذا. كفو كلهم كفو. وش القسوه اللي ما ودك تشوفها؟ بعطيك ثلاث خيارات. حبيبي